بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. أسأل الله جل جلاله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم شافعاً لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائداً لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، ما زلنا نقف مع الآيات المباركات التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة النبوية، والحالة وقت تواصل ودعوة وبلاغ ومجادلة مع أهل الكتاب، رغبة من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الناصح لأمته الشفيق على الناس أن يقبلوا دعوته وأن يؤمنوا برسالته وأن يصدقوا بالكتاب الذي أنزله الله عز وجل عليه وأن يكونوا من عباد الله المؤمنين. وأمام هذا الحرص والشفقة والرحمة قوبل من جل هؤلاء بالمكر والكيد والصدود، بل ما هو زائد على ذلك، وهو السعي لإفساد أصحابه وإرجاعهم عن الحق الذي شرح الله عز وجل صدورهم له ببعثة هذا النبي الكريم، والسعي لإرجاعهم لسالف أحوالهم من الفرقة والنزاع والشجار والتقاتل بعد أن أخرجهم الله عز وجل منها بعد قرن من الزمان وأكثر، 100 عام، والصراع والقتال والحرب دائرة بين الأوس والخزرج، أخذت تلك السنين من أبنائهم وأولادهم العدد الكبير، فأنقذهم الله عز وجل من ذلك كله ببعثة هذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، إذ آمنوا به فشرح الله صدورهم للإيمان، صدقوه واتبعوه فأتلفت القلوب فيما بينهم فكانوا عباد الله إخوانا. ولكن الإنسان عندما يتجاوز في انحرافه
وطغيانه، وعندما يحمل نفساً والعياذ بالله تحمل حقداً وحسداً وتتصف بالكبر والعلو، فإن الأمر لا يكون قاصراً أن يكون ذاك الإنسان ضالاً، بل يتردى في منازل الهبوط ليكون مضلاً. ومن هنا سعى فئة من هؤلاء نحو هذا المقصد والهدف، فها هو أحد اليهود يجلس في مجلس لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج، وقد ائتلفوا بالإيمان وتحابوا في الإسلام، وطابت نفوس بعضهم لبعض بأعمال الطاعات وفعل الخيرات، وإذا به يجلس بينهم ويثير ذاك الصراع القديم ويحيي النعرات ويذكر بالأيام التي خلت، عله أن يجد لذلك قبولا. والنفس البشرية أمارة بالسوء، والشيطان حريص على إغواء الإنسان، وفي لحظة ضعف كان لتلك الدعوة قبول، وزاد أوارها وسوسة إبليس، وإذا بهم تخرج الكلمات من بعضهم نحو بعض، ويزداد الأمر حتى يتواعدوا للنزال والملاقات، ويبلغ النبي عليه الصلاة والسلام الذي بذل من جهده والذي علم وبين حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه، يبلغه أن هناك أمراً خطيراً سيقع بين الأوس والخزرج، وما كان له صلى الله عليه وسلم وهو من بعثه الله ليدعو الناس إلى الإيمان ويؤلف بين قلوبهم بالإسلام ويربيهم على أخوة الدين، أن يبلغه ذلك ويبقى في مكانه ومجلسه، فإذا به يفزع من مكانه ويخرج صوب الأوس والخزرج، وإذا بهم أرادوا النزال وأن يلاقي بعضهم البعض، وأن تتجه أسياف بعضهم نحو بعض. ويقول ابن مسعود: عندما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا ما كان أحد أكره علينا من أن نراه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يحب أن يظهر أمامه بذاك المظهر وأن يرى منهم ذاك الموقف، فيقف موقف الحكيم، لا يزيد الصراع صراعاً ولا النزاع نزاعاً ولا الفرقة فرقة، بل يعالج الجراح ويؤلف بين القلوب. وإذا بهم وأصل الإيمان الصادق في قلوبهم
وما ذاك الموقف إلا سحابة صيف فيعودون إلى رشدهم، ويقبل بعضهم على بعض، ويعانق بعضهم بعضا، ويبكي بعضهم في حضن بعض، ويعود الأمر إلى أصله الاجتماع والائتلاف لا الافتراق والنزاع، ويخيب إبليس ويخيب المضلين ويعود خاسئين، ويجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت ذاك الوصف الديني العظيم الأنصار. في هذا الموقف القرآن العظيم الذي كان من حكمة الرب العظيم أن ينزله منجماً ليعالج المواقف والأحداث، ليرافق بناء النموذج القدوة الأسوة الذي أراده الله أن يكون قدوة للأمة والبشرية إلى يوم القيامة، وليعلم الناس أن هذا القرآن العظيم إنما أنزله الله جل جلاله ليتربى به هذا الإنسان. فالإنسان هو مقصود رسالات السماء. أنت نعم أيها الإنسان المقصود من إنزال هذا الكتاب، وأن تكون المخاطب بكلام رب الأرض والسماء. أنت الذي يخاطبك الله بكلامه، فإن قال يا أيها الذين آمنوا فأنت المقصود، وإن قال يا أيها الناس فالمقصود الإنسان وليس غيره من المخلوقات. ففي هذا الموقف ينزل الله جل جلاله هذه الآيات المباركات في سورة آل عمران، ولنا وقد تصورنا الموقف أن نتفطن الآن إلى العلاجات القرآنية، العلاجات الربانية للنزاع والصراع والافتراق، أن ننتبه للعلاجات القرآنية التي بها يرد كيد الأعداء المضلين، ويرد بذلك العلاج مكر إبليس، وتعالج بذلك العلاج النفس الأمارة بالسوء لترتقي فتكون نفسا مطمئنة مؤمنة منقادة لأمر الله عز وجل. وهذا ما ينبغي للإنسان المؤمن، فإن مقتضى الإيمان بالله جل جلاله ومقتضى التصديق بكتابه وكلامه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا القرآن، مقتضى الاتباع والاقتداء بالنبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، أن تعلم من ذلك كله أن صلاحك واستقامتك وتحقيق منافعك ودفع الضر عنك إنما متوقف ذلك كله على أن تفهم مراد الله من كلماته، أن تفهم فهما صحيحا ما المراد
بكلمات الله، لأن الله عز وجل جعل هداه كلمات، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، تمت بالصدق لأنها حق، والله هو الحق، ولا يقول الله عز وجل إلا الحق، ولا يأتي من الحق إلا الحق. ومن أراد اتباع الحق ولم يتبع قول الحق فحاله كمن يطلب الري والماء من السراب، وماذا بعد الحق إلا الضلال. فالله عز وجل هو الحق، فأخبر أن كلماته تمت بالصدق، فالحقائق والحقيقة هي في هذا الكتاب. عدلاً أعظم الثمرات وأنبلها وأرفعها وأعلاها أن تقوم حياة الناس بالعدل والقسط، والله جل جلاله يقول وقوله الحق أن كلماته تمت بأنها تضمنت الحق والصدق، وأن كلماته تمت أن العمل بها وإنزالها في واقع حياة الناس سيحقق العدل في الأرض ويحقق بينهم العدل. وهل قامت السماوات والأرض إلا بالعدل؟ فهو يخبر أن الكلمات تمت بهذين الوصفين، الحقائق فيها والحق، والثمرة العظمى نتيجة الانقياد لها. من هذا كله أحسب أن النفس تريد أن ترى وأن تسمع ما هو العلاج القرآني لأناس مكر بهم واستجابوا في لحظة ضعف، فما هو العلاج لذاك الرجوع؟ فيأتي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الموقف العابر ما أخرجهم من ذاك الوصف الزكي العظيم: يا أيها الذين آمنوا، العدل والإنصاف في الحكم. من العليم الحكيم أن ذاك الموقف لم يكن نتيجة عدم قبول للإسلام الذي عقده أن تكون أخاً لمن شاركك في هذا الدين، وأن تكون محباً لمن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئاً، أن يكون له في قلبك حب وإخاء. إنما المؤمنون إخوة. فعلم الله عز وجل أن الأصل في تلك القلوب هو هذا التصديق، فخاطبهم بهذا الخطاب، ولم يخاطب أهل الكتاب بهذا الخطاب مع أنهم زعموا أنهم آمنوا بالرسل وآمنوا بالكتب، لكنه إيمان على غش وخداع وعلى عدم صفاء ونقاء، بل على مخالفة وتغيير وتبديل. أليسوا هم من حرف الكتاب؟ فلذلك لم يوصفوا بهذا الوصف،
حال كونهم بتلك الحال مع رسلهم ومع الكتب التي أنزلها الله عز وجل فيهم. أما هؤلاء فما كان منهم سحابة صيف عابر، فلذلك الوصف هو الوصف والحال هي الحال، فيقول الله عز وجل لهم يا أيها الذين آمنوا. وأيضا فائدة أخرى، الدافع الذي سيدعوهم إلى الرجوع من كل خطأ وقعوا فيه علمهم بأنهم أهل الإيمان. وإن كان الإنسان ويصف نفسه بأنه مؤمن ثم لا يستجيب لأمر ربه، فما قيمة الإيمان الذي يدعيه؟ وما قيمة أنه يحب أن يوصف بهذا الوصف؟ وكيف يرى أنه إن قيل يا أيها الذين آمنوا أن المقصود هو؟ فيكون لهذا النداء أكبر دافع أن يقبل منهم التوجيه الذي يأتيهم من ربهم عز وجل فينقادوا. وأيضا هنا نريد أن نقف مع أمر يزيدنا علما بربنا ويزيد هذه القلوب حبا لهذا الرب العظيم الرحيم الكريم المنعم جل جلاله. ليست القضية أن من أخطأ أن يستمر في خطأ حتى يعاقب، بل أرحم الراحمين يخاطب هؤلاء الذين أكرموا بالإيمان واختصوا بهذه النعمة أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين بين أظهرهم، وأن ينتقل إليهم وأن يكرمهم الله بذلك، ثم يكون هذا منهم. وإنما رحمة أرحم الراحمين أن يعود هؤلاء إلى ربهم ليكونوا من أهل الجنة. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ فنعرف ربنا بأنه هو رحمن الدنيا والآخرة، ونعرف ربنا بأنه هو العليم الحكيم جل جلاله. فنرى يخاطب هؤلاء بهذا الخطاب في حال خطأ وقعوا فيه، ويزكيهم بهذا الوصف في حال خطأ وقعوا فيه، لأن الله هو الرحيم وهو الحكيم جل جلاله. فيقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا. ومن هنا فهم الصحابة إذا نادى الله وخاطب الله فئة من الناس بهذا الوصف فالمطلوب منهم ما هو؟ أن يحضروا وسيلتي التعلم العظيمة وأدوات التعلم الرئيسة التي بها يتعلم الإنسان ثلاثة ذكرها الله في كتابه في قوله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إذن كيف يرتفع ذاك الجهل وقلة العلم؟ فيخبر الله أنه أكرم الإنسان بأدوات التعلم التي بها سيدخل في هذا الوصف الرفيع العلي عند الله، أن يكون
صاحب علم. قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذه أدوات التعلم الرئيسة، السمع والبصر والفؤاد. فإذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا، والهدى الذي جاء من عند الله، قلنا كلماته، فلا بد من إحضار أداتي التعلم الرئيسة، وهما السمع وإحضار الفؤاد. ولذلك قال ابن عباس: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأصغ لها سمعك، أصغ لها سمعك، وأحضر لها قلبك. إذن أحضر أداتي التعلم الرئيسة، السمع، الأذن لا ينشغل. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أمر من الله، أحضر سمعك وأغلق ما يشغلك عن أن تكون حاضر القلب لمعرفة مراد الله. فكيف والجليل يناديك ويصفك بهذا الوصف العظيم: يا أيها الذين آمنوا، إن كنت ممن آمن بالله ربا فأنت داخل في هذا الخطاب وأنت المقصود به، إن كنت ممن صدق بأن هذا القرآن كلام الله فأنت داخل في هذا الخطاب، إن كنت ممن صدق بالنبي الخاتم عليه الصلاة والسلام أنه نبي الله ورسول الله فأنت داخل في هذا الخطاب، في هذا الوصف، إن كنت ممن آمن أن بعد الموت حياة وبعث فأنت داخل في هذا الوصف. فإن سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرع لها سمعك، أصغي وأحضر قلبك. فالله خاطب هذه الفئة بهذا الوصف، ليأتي بعد ذلك العلاج، العلاج لتلك المشكلة. والآن المشكلة هي مشكلة نزاع، مشكلة علاقة بين فئة من الناس، وهذا يعطينا دلالة أن علاجات القرآن ليست هي فقط فيما يتعلق بالشعائر التعبدية من صلاة وصيام وزكاة وحج، وإنما القرآن أنزله الله عز وجل ليعالج حياتنا في كل ميدان. فالآية نزلت في أناس أرادوا أن يتقاتلوا عندما أثيروا في نعرات جاهلية وعصبية سابقة، فالقرآن يريد أن يعالج تلك الحال. فما هو هذا العلاج القرآني؟ قال الله عز وجل: اتقوا الله. التقوى الكلمة الواحدة التي لم تذكر إلا مرة واحدة في القرآن، إن أمر الله بها أو نهى عنها دل على أن لها مكانة عظيمة، لأن الذي اختارها هو الله.
والذي حكم على أنها محل إصلاح للإنسان هو الله. وهل مؤمن من يشك في أن ما أخبر الله عز وجل أن فيه صلاحه ثم لا يقبل ذلك؟ أو ما أخبر الله أن فيه بواره وهلاكه ثم يتردد؟ فكيف بنا بكلمة تكررت في القرآن 240 مرة؟ إذن ما هي مكانة تلك الكلمة؟ وأي أهمية لها؟ ما بالنا بكلمة تحضر في آيات القرآن حين نقف في صلاتنا نذكر بالتقوى، وحين نصوم نذكر بالتقوى، وحين نزكي نذكر بالتقوى، وحين نحج نذكر بالتقوى، وحين نعقد النكاح نذكر بالتقوى، وحين يكون الخلاف والطلاق نذكر بالتقوى، وحين تأتي النفقة بين الزوجين نذكر بالتقوى، وحين نتواصل مع من حولنا من الناس نذكر بالتقوى، وهكذا. بل عندما تنتقل من هذه الدنيا إلى الآخرة ويذكرك الله بالمآل، أيضاً يذكرك أن الذي يرتقي بك في تلك الدرجات أن تلقى ربك وأنت من المتقين. 240 مرة في 61 سورة من سور القرآن، والله عز وجل يذكر بالتقوى. وهل نظن أن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وهم الذين اصطفاهم الله لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم من عرفوا قيمة هذا الكتاب، هل يخفى عليهم قيمة التقوى وقدر التقوى؟ وحين يذكرهم الله عز وجل بالتقوى، فإذن محور العلاج لتلك الحال وإخراج المخاطبين مما وقعوا فيه هو ماذا؟ هو أن يستحضروا قضية التقوى، أن يستحضروا قضية التقوى. فإذا كانت التقوى هي محور العلاج لتلك المشكلة، أليس حقيق بنا أن نقف لنتأمل ما المقصود بالتقوى، وأن نحاسب أنفسنا، وأن نراجع أنفسنا؟ هل نحن نعيش هذه التقوى؟ الذين وجدوها عندما ذكروا بها أرجعتهم التقوى مباشرة في نفس الموقف، لم يكن هناك تراخي، في نفس الموقف أسلحتهم بين أيديهم، النفوس مشحونة، والرغبة في التنازل والمنازلة، فيذكرون وإذا بتلك الأداة التي أعدت لفتك بعضهم ببعض ترمى، وإذا بتلك العين التي تنظر بحنق إذا بها تدمع وتنظر برحمة، واليد التي ترفع السلاح لتبطش إذا بها تمتد لتعانق،
لماذا؟ لأنهم ذكروا بالتقوى فاستحضروها فغيرت منهم الحال والموقف. إذن هذه صفات المتقين، وهذا فعل التقوى بالإنسان، وهذا أثر التقوى على الإنسان. أليس أبو بكر رضي الله عنه وهو من وصفه الله بالتقوى عندما أخطأ في حقه مصطح وهو قريبه، والصديق ينفق عليه وعلى أمه، ثم يكون هو ممن أخطأ وتكلم في الصديقة في حادثة الإفك؟ وأي ألم وقع في نفسه، وخصوصاً أن يكون ذلك من قريبه، أن يكون قاله أهل النفاق مع ألمه لكنه أهون، لكن أن يكون من قريبه وممن ينفق عليه. فبعد أن أنزل الله براءتها أراد الصديق أن يشفي شيئاً من نفسه، فقال والله لأمنعن عنه النفقة، شيئاً من تشفية يعني شفاء للصدر. فينزل الله عز وجل خطاباً له: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، ما يقول: ألا تحبون أن يغفر الله لكم فتفعلوا التقوى فعلها، وتخرجوا كلمات القبول لأمر الله ومراده، فإذا به يقول: بلى والله، فيعيد النفقة ويزيدها إرغاما لنفسه وإرضاء لربه. فذاك فعل التقوى. هذه الكلمة كلمة عربية، ويتفق أصحاب المعاجم معاجم اللغة على أن أصل لفظ التقوى وقى، من الفعل الثلاثي وقى، وأن مصدر الوقاية التي تعني الحفظ والصيانة، الحفظ والصيانة، هذا اتفاق أصحاب المعاجم على معنى هذه الكلمة، أنها ترجع إلى الفعل وقى، وأن مصدر الوقاية تعني الحفظ والصيانة، حفظ وصيانة. أما استخدامها في النص الشرعي فهنا من الفائدة أن نعي أن الدلالة الشرعية لللفظ إذا استخدم في النص الشرعي فإن تلك الدلالة تستفاد من استعمال القرآن أو الحديث إذا استخدم تلك اللفظة، وأن نقف للوصول إلى المراد من استخدام تلك اللفظة في القرآن أو السنة. فكلمة التقوى التي كانت تطلق ويراد بها الحفظ والصيانة وقصر ذلك على الأمر المادي المحسوس المتعلق بالجسد، عندما نظرنا إلى استخدام الشريعة لهذه الكلمة
فإنها وسعت ميدان عملها. كيف؟ جعلت تلك الوقاية والصيانة والحفظ للأمر المادي والأمر المعنوي، فالتقوى تصون بدنك متعلقة بصيانة البدن، وكذلك متعلقة بصيانة الباطن، النفس والعقل، الإيمان. إذن هذا توسيع لميدان الاستخدام. أيضا كان استخدامها حفظ وصيانة للإنسان في هذه الدار الدنيا، لأن العرب وقد دخلوا في الشرك ما كانوا يؤمنون بالبعث بعد الموت، فجاء استخدام الشارع للتقوى ليكون الحفظ والصيانة في الدنيا والآخرة، فوسعت ميدان الاستخدام. كان المتقى في استخدام العرب هو ما يصيب الإنسان ويخشاه من فعل إنسان مماثل أو من سبع أو من جن، فجاء الوحي ليجعل المتقى الحقيقي هو الله جل جلاله، أي يتقى عقابه الناتج عن انتهاك حدوده والتعدي على محارمه، وأن يكون المتقي الحقيقي هو من اتقى الله وخاف الله وخشي الله. والتقوى هو أن يجعل بينه وبين ذاك العقاب وقاية، فلا يكون من أهله ولا ممن ينزل به. إذن هذا التوسع، وأيضا أن الوقاية كان استخدامها غالبا لما كانت حفظا وصيانة هي في جانب الترك والبعد، فتأتي الشريعة لتجعل ميدان التقوى ترك وعمل. فكما أن المتقي يترك ما نهى الله عنه، فكذلك المتقي يفعل ما أمر الله به. ولما كان المتقى الحقيقي هو الله، فيستحضر في حال الترك مراقبة الله، ويستحضر في حال الفعل مراقبة الله، فأصبحت التقوى تدور على هذه المعاني الثلاث. فالمتقي يفعل المأمور مستشعراً معية الله ورقابة الله، والمتقي يترك المنهي عنه مستشعراً مراقبة الله والخوف من الله، فأصبح هذا المتقي هو من جمع بين هذه الأمور الثلاثة. فلما كان هذا ميدان التقوى الواسع، من هنا قال العلماء: التقوى منبع كل الفضائل. من ترك المنهي هذا فعل فاضل، ومن فعل المأمور هذا فعل فاضل، من زكت نفسه هذا فعل فاضل. فالتقوى
منبع كل الفضائل وحاجز ذاتي في وجه كل الرذائل. التقوى إذا وجدت حققت في الإنسان ومع الإنسان ما يقوم به المربي والحارس والقاضي وغيرهم، يصبح هذا الإنسان رقيب نفسه وحسيب نفسه. التقوى إذن كم سوف توفر من تلك الأمور؟ لأنها متى ما وجدت دفعت الإنسان أن يؤدي المطلوب وأن يترك المنهي، لا يحتاج إلى حارس فوق رأسه ولا يحتاج إلى من يراقبه من البشر، فهو يستشعر مراقبة من هو أعظم من البشر كلهم، يستشعر معية الله، معية الجلال، معية العظمة، معية الكبرياء والقدرة. لذلك تجده يستجيب للأمر وهو لوحده في ظلمة الليل والستور مرخية عليه وهو قائم بالأمر. هذا شأن المتقي وهذا حال المتقي، فهي قضية واحدة تنجز مع الإنسان ما يحتاج أن ينجزه معه فئام كثيرة ولا تستطيع أن تكون معه في كل لحظة، لا تستطيع أن تكون معه فيما هو في صدري وفي عمق نفسي وقلبي. والتقوى تتخطى ذلك كله لتكون مع الإنسان في تلك الميادين كلها. إذن هنا ندرك الفارق الكبير بين علاجات الوحي لإصلاح هذا الإنسان وعلاجات غير الوحي، ندرك قول الله عز وجل: ومن أحسن من الله حكما؟ والجواب: والله لا أحد، لا أحد. فها هي التقوى وهذا دورها وهذا ميدان عملها. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أهل علم، ومنهم علماء في هذا الكتاب العظيم، فيقول ابن مسعود فقيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قال: أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى. إذن ذكر الأمور الثلاثة: أن يطاع، أن تأتي بالمأمور، فلا يعصى، أن تترك المنهي، ويذكر استحضار معية الله ومراقبة الله فلا ينسى. فهذا ابن مسعود يعرف التقوى بهذا التعريف. ترجمان القرآن: ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن العباس يعرف لنا التقوى، فماذا يقول؟ فماذا يقول ابن عباس؟ قال: أي الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. والتعريف يخرج من مشكات التعريف الأول،
الجمع بين الأمور الثلاثة، يحذرون عقوبة الله، إذن استحضار تلك المعية وناتجها، ثم في ترك ما يعرفون من الهدى، يستحضرون معية الله فلا يفرطون ولا يتركون المأمور ولا يتجاوزون إلى المنهي والتصديق بما جاء به. إذن التعريف قريب من الأول في اجتماع أركانه الثلاث. ثم من بعدهم من التابعين الذين تعلموا منهم وجلسوا بين أيديهم يتعلمون، فأيضا يعبرون عن فهمهم للتقوى. فهذا الإمام الحسن البصري رحمه الله يقول: المتقون اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض الله عليهم. إذن استحضار كلمة الله لقضية الرقابة، ثم ترك المعاصي بقوله ما حرم عليهم، حرم الله عليهم الفعل، وأدوا ما افترض الله عليهم. أيضا الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه يقول: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. التحذير في هذا التعريف من عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه: احذر أن تظن أن التقوى كلمة علاجية فقط للشعائر التعبدية، وإنما هي كذلك وكذلك في بقية حياتك. لذلك هذا فهم عظيم لكي يذكر المتلقي لهذا التعريف أن التقوى معك في كل حياتك، واحذر أن تقصرها فقط على ميدان محدود وهو ميدان الشعائر التعبدية. فيقول: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك في أمر حياتك ومعاشك، وإنما تقوى الله ماذا؟ أن تكون استجابتك لله في كل أمر، واستجابتك لله عز وجل في كل نهي، في الأمر بالفعل وفي النهي بالترك. هناك تعريف أثنى عليه العلماء ووفق له أحد السلف الصالح، وهو حبيب ابن طلق العنزي، تابعي جليل، سئل عن التقوى فعرفها فماذا قال؟ قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. تعريفه: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله. تعمل بالطاعة على نور من الله بفهم لمراده وبصيرة بما يحب الله، وأن يكون ذاك العمل الموافق لمراده ما ترجو به إلا ما عند الله. إذن هو عمل على وفق مراد الله تبتغي به
الأجر من الله. إذا ليس ترك للمأمور، هذا واحد، ليس عمل هكذا المهم أننا أنجز العمل بأي طريقة، وإنما ينجز وفق المراد. والثالث أنني لا أنظر المكافأة من أحد كائنا من كان إلا من عند الله وحده. وفي الترك نفس الأمر، أن تترك معصية الله. من الذي يقول أنها معصية؟ حكم الله. من الذي يقول أنها جريمة؟ الله هو الذي صاحب الحق أن يزن أن هذه معصية وتجدها في تشريعي. إذن هو أن يترك معصية الله على نور من الله. لا يحرم شيئا أحله الله، ولا يحل شيئا حرمه الله، على نور من الله. والمقصود بهذا الترك خوف عقاب الله. هذا التعريف لهذا التابعي قال عنه الإمام الذهبي رحمة الله عليه، يقول: أبدع وأوجز. أبدع وأوجز، أي في تعريفه للتقوى، قال: فلا تقوى إلا بالعمل، ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع، ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص لله، لا ليقال فلان تارك المعاصي بنور الفقه، إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتها، ويكون الترك خوفا من الله لا ليمدح بتركه. ويقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه عندما ذكر هذا التعريف لهذا التابعي الجليل رحمة الله عليه، قال: وهذا من أحسن ما قيل في حد التقوى، في تعريف التقوى. إذن هذا ثناء العلماء على تعريف هذا التابعي الجليل طلق ابن حبيب للتقوى. ثم يقول الله عز وجل: اتقوا الله حق تقاته. وصف هذه التقوى بوصف عظيم، وهو حق تقاته. حق تقاته هنا التي أضيفت إلى التقوى، أي أن يؤدى، أن تؤدى هذه التقوى على كمالها وتمامها، أن تؤدى هذه التقوى على كمالها وتمامها. وهذا ما تبين لنا من تفسير ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير التقوى هنا في هذه الآية العظيمة: اتقوا الله حق تقاته. هنا قد يقول إنسان: علاقة هذا الوصف حق تقاته مع قول الله عز وجل اتقوا الله ما استطعتم، فهل بينهما اختلاف؟ عموم المفسرين وجمهورهم على أنه، لأن هناك بعض أهل العلم قال أن آية اتقوا الله ما استطعتم ناسخة لهذه الآية، ولكن جمهورهم قالوا أنه لا نسخ، بل منهم من قال لا يمكن أن تقول اتقوا الله حق تقاته منسوخ، أن الله نسخ أمره بالتقوى. قالوا: وإنما الجمع بينهما ممكن. كيف؟ قالوا: اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم،
فيكون أن كل إنسان إذا بذل وسعه وما فرط في بذل الوسع في جانب التقوى فيكون هو حقق ذاك الوصف بالنسبة له. اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم، أي لا تفرط في أن تكون متقيا لله عز وجل وسعك، ولا تقصر في ذلك. اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هنا لأن مكر هذا العدو الذي مكر بالصحابة في الحادثة التي نزلت فيها الآية، هو ماذا يريد؟ هو يريد أن يخرجهم من الإسلام إلى غيره. وودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فلذلك قال الله عز وجل ويذكرهم بالتقوى، وأنه يأمرهم أن يثبتوا على هذا الدين إلى الممات، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإذا هذا العقد، عقد الإسلام، عقد لازم دائم، عقد لازم دائم. فمن أسلم أبرم ذاك العقد اللازم، ويلزمه ماذا؟ الديمومة حتى يلقى الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يأمرهم بأن يتقوا الله، والتقوى عرفنا التزام بالمأمورات والتزام بترك المنهيات، ثم يقول أن ذاك الفعل أثبتوا عليه حتى تلقوا ربكم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه مات، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. فإذا الثبات والديمومة على فعل التقوى وعمل التقوى إلى الممات، إذن لا بد من مراقبة وجودها في كل حالات حياتنا، وأن نطمئن أننا لا نفارق الدنيا إلا على هذا الفعل وهذا الانتماء، فعل المتقين والانتماء للمسلمين، فعل المتقين والانتماء للمسلمين. وأن كل من يسعى بنا إلى غير ذلك فلا بد أن ندرك أنه من أعدائنا، وأعظم هؤلاء إبليس. ولذلك كما قال حاتم الأصم، قال نظرت إلى الناس فوجدت أن كل أحد قد اتخذ لنفسه عدوا، فقلت يا حاتم من عدوك؟ قال فنظرت في كتاب ربي فوجدت فيه أنه ليس من ضربني عدوي، وليس من أخذ مالي عدوي، وإنما عدوي من إذا وجدني على طاعة الله أراد أن ينقلني منها إلى معصية الله، وذاك عدو الله إبليس فاتخذته عدوا. إذن ميزان العداوة أصبح واضحا، من يريد أن ينقلك من التقوى إلى غيرها
ذاك عدو. من يريد أن ينقلك من الإسلام إلى غيره ذاك عدو. من يريد أن يثبتك على التقوى فذاك أخوه، ومن يريد أن يثبتك على الإسلام فذاك أخوه. نسأل الله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.